كتاب علاقات خطرة للدكتور محمد طه. تقرأ لكم رحمة محمد. الفصل الثاني: يا رجال ما تحرموش نفسكم من أنوثتكم. بيولوجيا كل واحد فينا فيه هرمونات ذكورة وهرمونات أنوثة بغض النظر عن جنسه، يعني الراجل فيه بشكل طبيعي نسبة معينة من هرمونات الذكورة تستوستيرون ونسبة أخرى أقل من هرمونات الأنوثة استروجين، وكذلك المرأة فيها نفس النوعين من الهرمونات بس بنسب مختلفة. ده على مستوى تكوين الجسد البيولوجي، ومعظمنا عارف الكلام ده من أيام دراسة الأحياء في ثانوية عامة، لكن اللي ما درسناهوش في الأحياء ولا في غيرها ومش عارف ليه أو إزاي لغاية دلوقتي، هو إن كل واحد فينا جواه على المستوى النفسي نفس التركيبة دي بالظبط. يعني نفسيا الراجل جواه رجولة وأنوثة، والمرأة جواها رجولة وأنوثة، بس بمواصفات ومعاني ووظائف نفسية مختلفة. والكلام ده معروف ومكتوب ومنشور من أيام الحضارات الإنسانية القديمة لغاية يومنا هذا، مرورا بعلماء نفسيين كبار زي كارل جوستف يونغ ودونالد وينكوت وهاري جانترب. النكتة الظريفة دي، إيه الكلام الغريب والصعب ده؟ في الحقيقة هو مش نكتة ولا كلام غريب ولا صعب، بس احنا اللي ساعات بنتجاهل ابسط الحقائق واوضحها. نحن حتى في كلامنا اليومي المعتاد بنستخدم كتير تعبيرات زي ست بميت راجل او راجل منسون. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ببساطة هي ان الرجولة النفسية اللي جوه حضرتك كذكر هي المسؤولة عن صفات زي الشجاعة والجدعنة والشهامة والاصرار والتحدي والمثابرة وما الى ذلك، والانوثة اللي جوه حضرتك برضو كذكر مسؤولة عن صفات زي الحنية والقرب والمودة والرحمة والطيبة ورقة القلب وغيرها. نفس الكلام بالنسبة ليكي كأنثى، الرجولة النفسية اللي جواكي هي اللي بتخليكي في بعض الأوقات والمواقف شجاعة وجدعة ومسؤولة ومش بتيأسي، وعندك استعداد تحاربي وتتحدي الكون كله علشان توصلي لهدفك. والأنوثة اللي جواكي هي اللي في مواقف تانية بتطلع منك الحنان والحب والعطف والقرب والأمومة والرقة والطيبة والسماح. ده بفرض ان حضرتك راجل طبيعي وحضرتك أنثى طبيعية، وساعتها بنسمي دي رجولة حقيقية ونسمي دي أنوثة حقيقية، ويكون موجود جواك وجواكي خليط متناسب من الاتنين، فتكون شجاع وفي نفس الوقت حنين، وشهم وفي نفس الوقت خجول، تعرف تشيل المسؤولية وفي نفس الوقت متسامح متحدي، وفي نفس الوقت قريب ودود وهكذا، وانت تكوني طيبة وفي نفس الوقت حدودك واضحة، حنينة بس صارمة عند اللزوم، رقيقة وفي نفس الوقت جدعة، عطوفة وفي نفس الوقت مش بتسيبي حقك، وهكذا وهكذا وهكذا. وكل ما تكون كراجل قريب من الأنوثة الحقيقية اللي جواك، كل ما تكون صفاتها جزء لا يتجزأ منك ومش صعب عليك في وقت من الأوقات التعامل بيها. وكل ما تكوني كأنثى قريبة من الرجولة الحقيقية اللي جواكي، كل ما تكون خصائصها جزء أصيل من مكوناتك الشخصية وتستخدميها في أوقاتها المناسبة. كل اللي فات ده هو الطبيعي اللي من المفترض يكون عندنا كلنا بشكل تلقائي وفطري وسليم من ساعة ما بتتولد. لكن وآه على اللي بعد، لكن ندخل على الوجع بقى، بس بعد ما تاخد نفسك شوية. مشهد واحد: طفل عنده 5 سنوات، حد من أصحابه طربه وهو بيلعب معاه. الأب: اوعى تعيط، الرجالة مش بتعيط، البنات بس اللي بتعيط، خليك راجل، خليك خشن. يتكرر هذا المشهد مرات كتيرة وفي سياقات مختلفة. بعد سنة الطفل ياخد قرار نفسي داخلي انه يدفن ملامح أنوثته الحقيقية اللي جواه، علشان وصله من ابوه انه ضعف، وان الضعف الانساني شيء غير مقبول، وبان الأنوثة الحقيقية والرجولة الحقيقية مرتبطين ومتعشقين في بعض بشكل فطري، فهو كمان هيدفن رجولته الحقيقية ويستبدلها برجولة مزيفة، يعني يطلع راجل خشن قاسي بيستعرض عضلاته وقسوته وصوته العالي وافتراءه عن جافيته على خلق الله، عمال على بطال. مشهد اتنين: بنت عندها 6 سنوات، لابسه فستان جميل بحمالاته وفرحانه بشعرها وجمال جسمها. الام: ايه يا بنت اللي انت لابساه ده، بلاش مسخره وقله ادب، امال لما تكبري هتعملي ايه؟ وفي مره اخرى حد من قرايبها او اصحاب باباها او جيران هيمد ايده على جسمها بشكل حيواني سافل. بعد شويه ومع كميه رسائل في نفس الاتجاه، تصل البنت الى استنتاج بسيط جدا، وهو ان الانوثه عيب او الانوثه حرام
أو الأنوثة عار، وإن الأنوثة بتجيب المشاكل وتجيب الكلام وتشجع الناس إنهم يمدوا إيديهم عليها ويتحرشوا بيها ويسيئوا استغلالها. تاخد البنت قرار نفسي داخلي تفضل عايشة بيه طول عمرها، وهو إنها تدفن أنوثتها الحقيقية وتعيش بأنوثة مزيفة علشان تتعايش مع اللي حواليها، وكمان تدفن رجولتها الحقيقية وتستبدلها برجولة مزيفة. نفس البنت عندها 20 سنة، قصة شعرها قصة رجالي، بتتكلم بأسلوب فج، لابسة قميص كارو على بنطلون شبيه بنطلونات الرجالي، وعندها يقين معذورة جدا فيه إنها لو ما عملتش كده وعاشت راجل مزيف طبعا في هذا المجتمع، فهي مش هتاخد حقها وهيتداس عليها وهتتبهدل. بنت شبهها وتعرضت لنفس التجربة بالظبط تعيش بأنوثة مزيفة مليانة ميوعة ومياصة وإغواء وصوت سافل وضحكة تجيب آخر الشارع، لأنها قررت بعقلها الباطن تنتقم من كل اللي أذوها بأنها تخليهم يليلوا من الجاري وراها بالمعنى الحرفي. قبل ما الدنيا تتلخبط وتفقد تركيزك، أنا هلخص لك الكلام ده كله في سطرين. إحنا كلنا بنتولد وجوانا رجولة حقيقية، الجدعنة والشجاعة والإصرار وغيرهم، وأنوثة حقيقية، الحنية والقرب والمودة وغيرهم، والرسائل اللي بتوصل لنا من التربية والمجتمع وساعات الفهم غير الصحيح للدين بتخلينا ناخد قرارات نفسية مصيرية عند سن معين بدفن أحدهما أو كليهما، لأنهم مرتبطين ببعض، واستبدالهم برجولة مزيفة أسوأ وخشونة وافتراء، أو أنوثة مزيفة ميوعة ومياصة وإغواء سافل، أو الاتنين، وده بيحصل عند الستات والرجال على حد سواء. حلو الكلام؟ أنت اسمك مكتوب؟ لقيتي اسمك برضو مكتوب؟ اكتشفت أي حاجة جديدة في نفسك أو في حد تعرفه؟ طيب، مجتمعنا الجميل، بيوتنا الرائعة، إعلامنا المثالي بيوصل لنا إيه من الرسائل النفسية بخصوص الموضوع ده؟ بيقبل صفات الأنوثة اللي المفترض تكون موجودة بشكل طبيعي في الرجالة؟ بيقبل صفات الرجولة اللي مهم تكون موجودة بشكل تلقائي في الستات؟ بيشجع على الرجولة الحقيقية ولا بيزرع فينا الرجولة المزيفة؟ بيحترم الأنوثة الحقيقية ولا بيدفنها ويخلق مكانها الأنوثة المزيفة وبكل إصرار؟ أنا مش هجاوب علشان الإجابات أنتم عارفينها أكتر وأحسن مني. من أجمل أوصاف الأنوثة الحقيقية طبعا إنها هي البينج، يعني الوجود، لها علاقة بأصل الوجود الإنساني وكينونته، ولو لاحظت هتلاقي كل صفات الأنوثة الحقيقية اللي قلناها مرتبطة بنوعية وجود إنساني معين، الحنية، الود، القرب. وفي المقابل بتتوصف الرجولة الحقيقية برضو بإنها مرتبطة بالدونج، يعني الفعل، وليها علاقة بالحركة وطاقتها، الإصرار، الشجاعة، التحدي. والأجمل والأجمل إن الفعل ما ينفعش من غير وجود، يعني مهم أكون موجود وأحس بوجودي الأول علشان أقدر أتحرك وأفعل وأنفذ بعد كده. الرجولة ملهاش أي معنى أو وظيفة لو مش مبنية ومتأصلة على وجود وكيان أنثوي حقيقي. علشان كده دور الأم في التربية مهم وسابق جدا عن دور الأب، والأم هي اللي بتقوم في أول سنتين من عمر الطفل، سنوات الرضاعة، بترسيخ وزرع شعوره بكيانه بوجوده من خلال كيانها ووجودها وقربها الجسماني والشعوري والحسي منه. وبعدها يجي دور الأب اللي بيزرع فيه طاقة الفعل ورد الفعل والحركة. أول سؤال هيقفز لذهنك ودلوقتي هو إزاي يكون الكلام ده صحيح بالرغم من إن حواء خلقت بعد آدم وخلقت من ضلعه؟ وإجابتي المتواضعة على حد علمي هي إنها خلقت من ضلعه اللي كان موجود من يوم ما ربنا بس فيه من روحه. زي ما في رجولة وأنوثة في الأفراد، أنا بفترض إنه في رجولة وأنوثة في المجتمعات، بمعنى إنه في مجتمع ذكوري، مش هقول رجولي، ومجتمع أنثوي، وده لسه معرفهوش قوي، وطبعاً أنتوا عارفين الكلام اللي جاي. مجتمعنا ومجتمعات تاني كتير قرر من زمان جداً يرفض الأنوثة ويحاربها ويشوهها ويدفنها، مرة باسم التربية ومرة باسم العادات والتقاليد ومرة باسم الفهم المغلوط للدين. مجتمعنا قرر يستبدل الأنوثة الحقيقية بأنوثة مزيفة ترضي في الظلام رجولته الأسية المتسلطة المزيفة برضو. مجتمعنا في رأيي قرر وبكل بساطة يحرم نفسه من أجمل ما فيه ويشوه أروع خلقه وينتقم من نفسه في نفسه. إحنا بنخاف من المرأة، بنخاف من الأنوثة، علشان كده بندفنها.
احنا مرعوبين من وجودها وقدراتها وحيويتها، علشان كده بنموتها بالحياة. احنا مهددين من احساسنا بالضعف قدامها، علشان كده بنستقوى ونفتري عليها. بنوصفها انها متقلبة المزاج، رغم ان الطبيعة نفسها متقلبة المزاج وفيها ليل ونهار وصيف وشتاء. الأنوثة برضو فيها ليل ونهار وصيف وشتاء، لان وجودها مرتبط بوجود الطبيعة وكيانها وصفتها. بنشوه جسمها باسم الدين كذبا وزورا وبهتانا وافتراء، علشان نحرمها من مجرد الشعور بجسمها واحتياجاته اللي بنعتبرها مش من حقها. بنفرض عليها بوصايتنا الغاشمة طريقة كلام وطريقة شغل وطريقة عيشة هي أقرب للعبد في حضرة السيد، علشان نتغلب على إحساسنا العميق بالخوف والضعف والتهديد من مجرد وجودها وكيانها وحياتها. بنطفيها لأننا خايفين نتحرق من نورها. بنهنها لأننا مرعوبين من إحساسها بكرامتها. بنخنقها لأننا مش قادرين نستحمل انطلاقها وحريتها. الأنوثة هي الإبداع، هي الإلهام، هي الحرية، هي الوجود والجمال والنور، هي لمعة العين ونبضة القلب وشهقة الدهشة، هي الأرض الخصبة والسماء المحتوية الساترة، هي البداية والنهاية والرحلة. الأنوثة هي رحم الحياة. يا رجال، ما تحرموش نفسكم من أنوثتكم. Thank you.